اخويا انا تنسكن في قنيطره ماشي في الدار البيضاء، انا غير جاي دابا دوزت نهار وغادي نرجع في حالتي. مي بالنسبه للدار البيضاء بالنسبه لقنيطره كاين زحام بزاف هنا، كثير بزاف. باغ كونتر قنيطره ما عندناش هذا الزحام هذا وهاد الفوضى اللي كتشوف في السيركيلاسيون، ما كاين ماما الراجلين ما كيحترموش ما حتى شي حاجه. بالنسبه لنا حنايا كتلقى راسك في قنيطره كتقطع كل امان طاكسيات ولا اي واحد قدام كيوصل الممر ديال الراجلين ضروري كيوقف ويحترم الناس وكل شيء، ما كاين عندنا حتى مشكل في هذا الشيء. بار كونتر هنا الفوضى عارمه. وهو في طبيعه الحال في رمضان كيتزاد الزحام، باقي مع طبيعه الوقت كل شيء كيخرج دقه واحده، كيكون التوقيت ديال رمضان بوحدو، كل شيء كيتلاقى في نفس وسائل المواصلات، طاكسيات عامرين، الطرام عامر حتى هو، الشانطي خلاص صاحب الطوموبيلات راه الله يحسن العوان، زيد عليها بنادم كيكون من رمضان ولا عصاب راه كنشوفوا شي حوايج في الطريق. كنتمناو الناس غير بيناتهم يتسامحوا ويدوزوا هذا الشهر هذا، باش فهمتي الشهر هو ديال التسامح ماشي ديال تجبد صداع ضربات في الزنقه على ود بعد مرات على ود خليني ندوز لاخر سبقني وكاين اللي فيه المعانده. كنشوف انه عادي يكون زحام في رمضان بحكم انه كلشي كيكون عنده نفس التوقيت، وعند الناس كاين اللي كيبغيو يتغداو في العشيه وكاين اللي كيبغي ياخذ فطور وكاين اللي عايش بوحديته، دونك عادي انه يكون زحام في رمضان، ولكن الانسان خاصو يبقى ملتزم بالصيام ديالو، ما يخسرش الهضره في الطريق، ما يخرجش عن الطاعه ديالو. نمشي في الطاكسي حسن ليا من الطخام، ولكن كنفضل انني نمشي في الطخام باش يلاه نربح شويه الوقت، حيت الطاكسيات الطريق عامره لا لحقاش نفس السوقيت، الناس كتخرج مع الثلاثه الربعه، يعني كاين لومبوشياج في الطريق، كاين الصف، كاين الزحام في الطرام ديال ماشي الطخام ديال ما كنبغيش نمشي فيه. انا اصلا ما كنبغيش نمشي فيه، ولكن مع رمضان دابا مع هاد الوقيشه هادي ومع هاد الزحام ديال الطاكسيات قررت اللهم نمشي فيه. مثلا انا كناخذ الطرام فاش كنبغي ناخذو كنخرج اولا كنكون جايه للقرايه كنتعطل تقريبا بساعه اولا نص ساعه، وحتى فاش كنكون خارجه مثلا كنخرج مع ثلاثه ما كنوصل للدار حتى للخمسه، وهذا بسبب الناس بزاف اللي كياخذوا الطرام.